مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في خبر اليوم. أكد مصدر مطلع لقناة شوف تيفي اليوم الثلاثاء أن القرار الحكومي الجديد الذي صدر أمس الاثنين بتشديد الإجراءات الاحترازية يشمل أيضا إغلاق الحمامات العمومية والمسابح المغلقة بعدما تناست تأويلات حول البلاغ الحكومي وما خلفت من حالة ارتباك وسوء فهم لدى المواطنين في الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة أمس قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 9 ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة جواز التلقيح، الأشخاص ذوي الحالات الطبية الاستعجالية، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، الحاملين لوثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 9 ليلا وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. عدم تجاوز تجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخص مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75% من طاقتها الاستيعابية وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في الحالات التي تسمح بذلك. كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية. هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية بنسبة 50%، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز تلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية. بقوا معنا بالنسبة للناس جداد يلتحقوا، غادي نعاود نذكركم بالخبر. أكد مصدر مطلع لقناة شوف تيفي اليوم الثلاثاء أن القرار الحكومي الجديد الذي صدر أمس الاثنين بتشديد الإجراءات الاحترازية يشمل أيضا إغلاق الحمامات العمومية والمسابح المغلقة بعدما تناسلت تأويلات حول البلاغ الحكومي وما خلفت من حالة ارتباك وسوء فهم لدى المواطنين في الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة أمس قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 9 ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة جواز التلقيح، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، الحاملين لوثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 9 ليلا وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. عدم تجاوز تجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخص مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75% من طاقتها الاستيعابية وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في الحالات التي تسمح بذلك. كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية. هذه القيود الاحترازية تهم منع مراسم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية بنسبة 50%، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز تلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية. إلى اللقاء.